بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا 33 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر ربيع الآخر سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مجلسنا هذا في خامس أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الصفوف، وفيه 4 أحاديث أتى بها الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتسوية صفوف المصلين في الصلاة، وهو كما أسلفت خامس أبواب كتاب الصلاة. تقدم في مجلسنا الماضي باب الأذان، وها هو ذا باب الصفوف والأبواب المتتابعة في كتاب الصلاة على تراجم وتقسيم الحافظ رحمه الله تعالى. مجلس اليوم سنتم فيه الباب بأحاديثه 4 إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وهو ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الصفوف. باب الصفوف، ما المراد به؟ تسوية الصفوف. إذن المراد بالباب ليس ذكر الصفوف يعني تعريفها ولا ذكر هيئتها، بل المراد حكمة الشارع أو حكم الشارع فيما يتعلق بتسوية الصفوف في الصلاة، وسيبين المصنف رحمه الله ما المراد بتسوية الصفوف. نعم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أو فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الحديث في الصحيحين، واللفظ لمسلم في الصحيح رحمه الله تعالى. الحديث فيه جملة واحدة معقبة بذكر المعنى المتعلق بهذا الأمر النبوي، أما الجملة فأمره صلى الله عليه وسلم بقوله: سووا صفوفكم. والجملة الأخرى في الحديث جاءت معقبة بها بحرف الفاء المشعر بالحكمة والمعنى الذي من أجله جاء الأمر: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وسيشرح المصنف رحمه الله تعالى المراد بهذا الباب. قال رحمه الله: تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد. ما معنى على سمت واحد؟ على هيئة واحدة، يعني على قيام في صف واحد. فالسمت الطريق أو الهيئة التي يقال عليها الفرد أو الجماعة، هذا سمت المجموعة أو هذا سمت الشخص. فالمقصود اعتدال القائمين بها أي بالصلاة على سمت واحد، يعني على هيئة واحدة، والمراد وقوفهم في صف واحد متجاورين. قال: تسوية الصفوف اعتدال القائمين. التسوية هي تعديل القائمين أو اعتدالهم؟ هو يعرف استواء الصفوف أو تسوية الصفوف؟ استواء وصف لازم من الفعل استوى، والتسوية مصدر للفعل المعدى سوى يسوي، والباب اسمه باب تسوية الصفوف. فإذا جئت تعرف المصدر للمتعدي فعرفه بالمتعدي، فتقول: التسوية هي تعديل القائمين.
ولهذا نبه البرماوي قال كان ينبغي أن يعبر بالتعديل فإنه التسوية للاعتدال، إذ لا يفسر المتعدي بالقاصر. نعم، وقد تدل، قال وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية. هل المراد يا إخوة بتسوية الصفوف تعديل الصف بأن يكون على استقامة واحدة، وبالتالي فالمراد به شيء واحد هو الصورة، الهيئة الظاهرة للصف، ألا يكون بعضه متقدما أو متأخرا على بعض، أو يدخل فيه أيضا سد الفرجة في الصف والفراغ، يدخل في التسوية. طيب سد الفراغ في الصف، سد فراغ، فمن أين أخذ منه معنى التسوية؟ قالوا معنويا، فإن الصف إذا تخللته الفرج لم يعد مستويا، فاستواء الصف بمعنى استقامته تسوية حسية، واستواء الصف بسد فرجه تسوية معنوية. قال المصنف رحمه الله وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج فيها بناء على التسوية المعنوية. لما؟ لأن سد الفرج أيضا يتم به استواء الصف معنويا بمعنى اكتماله، فإن الفرجة في الصف بمثابة اختلال الصف، فكما ينبغي تسويته حسا في الشكل، تسويته معنا بسد الفرج فيه. جمع ابن الملقن رحمه الله هذين المعنيين اللذين أشار إليهما ابن دقيق العيد، فقال تسوية الصفوف أو الأمر بتسوية الصفوف اعتدال القائمين للصلاة على سمت واحد وسد فرج الصفوف، قال جمعا بين مدلول الأمر للصورة والمعنى، الصورة الحسية والمعنوية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والاتفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب. ما المعنى الأول؟ التسوية الحسية، استقامة الصف وعدم تقدم بعض أفراده على بعض. وما المعنى الثاني؟ سد الفرج والخلل في الصفوف. نعم، قال وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث الأول، ما هو؟ استواء الصف واستقامته في الصورة الحسية. أما كونه مطلوبا فالحديث أمامكم سووا. طيب ومن أين نأخذ أن سد الفرج أيضا مطلوب شرعا؟ جملة أحاديث وردت في الباب بسد الفرج، منها حديث مسلم في الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فذكر التراص وذكر إتمام الصفوف، والإتمام عدم ترك الفراغات والفرج بين أفراد الصف. ومنه أيضا حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي عند أبي داود وابن حبان قال رصوا صفوفكم، قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وفي رواية ابن حبان وحاذوا بالأكتاف، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تتخللكم كأنها أولاد الحذف، وفي رواية لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف واحدتها حذف مثل قصب وقصبة، غنم سود صغار تكون بأرض اليمن والحجاز. فعند البيهقي قيل يا رسول الله وما الحذف؟ قال ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن. ففسر الحذف بأنها أغنام صغار من أولاد الضأن، فلصغرها وخفتها إذا وجدت فرجة تخللت بينها، يقول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تتخلل بين الصفوف كما يتخلل الحذف كأنها الحذف. فلو أبصرت ما حكى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رضيت أن تقف بالصف وفجوة بينك وبين الذي بجواره، ولا رضي المسلمون في صفوف صلاتهم أن يكون التباعد الذي تتخلله الشياطين. وسيأتي في حديث الباب الثاني حكمة أخرى أيضا للأمر بتسوية الصفوف على وجه الإلزام، بل
بالوعيد أيضا على التفريط في هذا المطلوب الشرعي الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. وأيضا عند أبي داود في حديث ابن عمر: سدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشياطين. ما الفروجات؟ الفراغ المنفرج بين كل اثنين وبين شيئين. من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها عند الطبراني: من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. في رواية أحمد: سد الخلل فإن الشيطان يدخل بينكم. فلهذا قال المصنف: الاتفاق على أن تسوية الصفوف بالمعنى الأول الحقيقي في الصورة الحسي الذي هو الاستواء وعدم التعرج والتقدم والتأخر مطلوب، وبالمعنى الثاني الذي هو سد الخلل وعدم ترك الفروجات بين الصفوف هي أيضا مطلوبة شرعا. فاجتمع الأمران النبويان في تسوية صفوف المصلين في الصلاة. ثم انظر في حديث مسلم بحديث جابر بن سمرة كيف رغب عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف لما شبه بذلك المقام العظيم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ففي هذا تشويق للمسلم ورفع لهمته على أن يبلغ ذلك المبلغ. لما قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فدل على أن هذا المعنى وتلك الهيئة هي أيضا من المقامات المحمودة لأهل الإسلام في صلاتهم إذا وقفوا بين يدي ربهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب، وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب. طيب، قال: سووا صفوفكم، ما الصيغة؟ أمر، والأمر على ماذا يحمل؟ على الوجوب في ظاهره إلا إذا صرفته قرينة. قال المصنف: فلما قال صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قال: قد يؤخذ منه أن الأمر للاستحباب. هل هي قرينة؟ قال: نعم. كيف؟ قال: لأنه علل التسوية بكونها من تمام الصلاة وليست من أصلها ولا من صلبها. وتمام الشيء وكماله درجة زائدة على أصله. قال: ومثل هذا محمول في الغالب على الندب والاستحباب والكمال وليس على المطالبة بأصل الشيء. لاحظ أن المصنف رحمه الله لم يجزم، قال: قد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب. ومع ذلك فذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم الظاهرية ورواية عند أحمد وعامة فقهاء الحديث إلى وجوب تسوية الصفوف. أما الوجوب فقال به غير واحد، بل هو ظاهر ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف. فهذا الإثم لا يكون إلا على ترك واجب ولا يكون على مستحب. فصنيع البخاري رحمه الله في ترجمة الباب، صنيع السلف كما سيأتي بعد قليل عمر وبلال وعدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشددون في تسوية الصفوف، بل ربما عزروا على ذلك، وهذا لا يدل إلا على شيء فوق الاستحباب. هذا الوجوب تجاوز به الظاهرية القول بالوجوب إلى بطلان صلاة من لم يسوي الصف. قال ابن حزم: تبطل الصلاة بتركه. واستدل بأثر عمر رضي الله عنه لما ضرب أبا عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح أيضا عن سويد بن غفلة: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. قال عمر وبلال: لا يضربان أحدا على ترك غير الواجب. ولهذا نوزع الظاهرية بأن هذا الاستدلال إنما يبلغ القول بوجوب تسوية الصفوف، لكن تجاوز ذلك إلى القول بالبطلان يحتاج إلى دليل زائد على ذلك. فهذا مما يقوي القول بالوجوب. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم في الحديث التالي أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال: يقتضي الوجوب. وهو أيضا من أدلة القائلين بالوجوب. بل الحديث الآتي أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ورد في رواية أحمد وإن كان فيه ضعف: أو لتطمسن الوجوه. والطمس
ما جاء في القرآن إلا من قوله تعالى عن أهل الكتاب من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. فالأمر شديد، فالوعيد الموجود والأمر هنا مع تطبيقات الصحابة كعمر وبلال رضي الله عنهما أدلة ناهضة على القول بوجوب تسوية الصفوف. أما القول ببطلان الصلاة حال تركها فلابد من دلالة عليه. طيب، والجمهور القائلين بأن الأمر للاستحباب، قلت قبل قليل كما قال المصنف جعلوا العلة في الحديث أو المعنى والحكمة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة محمولة على الكمال والندب والاستحباب. طيب، من تمام الصلاة ورد في بعض الألفاظ عند البخاري فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أعلى درجة من مجرد إتمامها، فهي من صلب إقامة الصلاة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لم تجتمع الرواة على لفظة من إقامة الصلاة وإن كانت صحيحة. وأيضا ورد في بعض الروايات فإن تسوية الصف من حسن الصلاة، فوردت ألفاظ من حسن الصلاة، من تمام الصلاة، من إقامة الصلاة، فمال الجمهور إلى القول بالاستحباب والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة يدل على أن ذلك مطلوب، وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب غير واجب لقوله من تمام الصلاة، ولم يقل إنه من أركانها ولا واجباتها. وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح، وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. فالتحاكم إلى اصطلاح متأخر وتنزيل نصوص الشريعة عليه ملحظ، يعني لا يستقيم أن تقول إن الحديث قال من تمام الصلاة ولم يقل من أركان الصلاة. السؤال: هل كان في العهد النبوي مصطلح أركان الصلاة مستقرا؟ لا، ما كان فيه لا أركان ولا واجبات. حتى قراءة الفاتحة اللفظ الذي جاء بتأكيد الطلب به قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث المسيء صلاته ذكر له الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، قال افعل كذا وكذا وكذا، لما قال له مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وسيأتينا الحديث إن شاء الله. فالمقصود يعني أنه لا يستقيم الاستدلال بأن تقول الحديث ما ذكر تسوية الصفوف من أركان الصلاة ولا من واجباتها، لأن هذه المصطلحات حادثة، ويكفي أن يكون في النصوص ما يدل على تأكيد المطالبة. ثم نحن بالاصطلاح المتأخر ننظر إلى هذه الرتبة من المطالبة، أتقوى أن تكون في الأركان أو في الواجبات أو تكون في السنن والمستحبات؟ أما الأركان فلا تدخل لأنها صفة لا تتعلق بصفة المصلي بل بصفة الجماعة المصلين، ولم تذكر في حديث المسيء صلاته فليست ركنا. بقي أن تقول هل المطالبة بها على الوجوب أو على الاستحباب؟ فلما ذهب أحمد وداود وابن حزم الظاهرية إلى القول بالوجوب والجمهور على الاستحباب، يبقى النظر في أرجح المأخذين. قال المصنف لأن قوله من تمام الصلاة ولم يقل من الأركان والواجبات، لأن تمام الشيء أمر زائد على مجرد حقيقته. قال الحافظ ابن حجر هذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع للعرف الحادث. نعم. طيب، حتى ننتقل الحديث التالي من التطبيقات الأصولية في هذه الجملة النبوية، قوله صلى الله عليه وسلم تراصوا أو قال سووا، صيغة أمر من الفعل سوى يسوي، فجاء بصيغة الأمر قال سووا، فهو أمر، وهو أمر مطلق يدل على الوجوب أو على الاستحباب. تقدم بكم الخلاف، فمنهم من حمله على الوجوب إبقاء على أصله مع الاعتراض بالحكمة المشيرة إليه والوعيد الآتي في الأحاديث التالية، فجعلوا تسوية الصفوف أمرا من باب الإيجاب. والجمهور حملوه على الاستحباب أخذا من العلة التي اقترنت أو الحكمة التي اقترن بها الأمر في الحديث فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أيضا في قوله سووا صيغة عمومه واو الجماعة، فإن الأمر لكل المخاطبين
أن يكون هذا متوجها إليهم بالأمر بالتسوية. في قوله صلى الله عليه وسلم: صفوفكم صيغة عموم، ما هي؟ الجمع المضاف، صفوف المضافة إلى الضمير، والضمير معرفة، فالجمع إذا أضيف إلى معرفة عم. والصيغة الثانية ميم الجماعة نفسها صيغة عموم، يعني كل صفوفكم جميعا، فيدخل في ذلك صفوف القصيرة والطويلة والمجامع والجوامع ذات الجماعة المحدودة والكبيرة، يدخل فيه صلاة الفريضة والنافلة، صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات. إذا أقيمت وحضرتها الصفوف وجب الامتثال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صفوفكم، فكل صف لكل جماعة في المساجد ينبغي أن تمتثل الأمر النبوي بقوله سووا. ثالثاً من التطبيقات في الحديث قوله: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقد تقدم مراراً أن الأمر أو النهي إذا عقب بجملة مرتبطة بالفاء فإنها مشعرة بالتعليل، تشير إلى العلة من ذلك الأمر ومن ذاك النهي، لأنها لو لم تحمل على التعليل لم يكن لذكرها وارتباطها بالتكليف فائدة. كان يمكن يقول: سووا صفوفكم وخلاص، لكن لم يقول: فإن تسوية الصف. سئل عن سؤر الهرة عليه الصلاة والسلام فقال: إنها طاهرة. قال: إنها ليست بنجس. فكونه يذكر جملة بعد تقرير الحكم لا يرتبط إلا على معنى الوصف المناسب لهذا الحكم، والوصف المناسب هو العلة، وربما كانت حكمة. فنحن نقول هنا قال: سووا صفوفكم أمر، ثم قال: فإن تسوية، يعني إنما أمرتكم لأن تسوية الصف. صحيح ما جيء بلام التعليل، ولو جيء بلام التعليل لكان من نوع التعليل الصريح الذي هو أقوى المسالك في استنباط العلة أو في الوقوف على العلة المنصوصة، لكنها إن لم تبلغ درجة النص بأدوات التعليل الصريحة فإن الذي يليها في الدرجة الإشارة إلى العلة بهذه الأساليب: يذكر الحكم فيعقب بجملة مشتملة على وصف مناسب لذلك الحكم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فلا يصلح هذا إلا للتعليل للأمر السابق. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصف مفرد حل بأل، فيدل على العموم. فإن تسوية الصف ليس المقصود الصف الواحد فيقال أي صف أراد، الأول أو الثاني أو الأخير، أراد جميع الصفوف. وبه يستدل بعض الأصوليين على القاعدة أن المفرد إذا دخلت عليه أل الاستغراقية يعم، يعني تقدم مثال ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، يعني واحد أخ لواحد، مسلم مفرد. قالوا: لا، هذا بمثابة أن يقول كل مسلم أخ لكل مسلم. من أين جئنا بهذا؟ كيف استطعت أن تخرج أل وتدخل مكانها كل التي هي أم أدوات العموم؟ هو هذا العموم وهذه أمارته وصحة الكلام: المسلم كل مسلم، أخ للمسلم أو أخ المسلم أخ لكل مسلم، فهو مفرد. كيف عم؟ لأنه قد دخلت عليه أل التي تفيد الاستغراق والعموم. فهنا قالوا مما يدل على صحة هذه القاعدة أنه قال: سووا صفوفكم، فذكر الجمع، ثم قال: فإن تسوية الصف، فهو بمثابة قوله: فإن تسوية الصفوف، فلما قام هذا مقام هذا دل على استوائهما في إفادة العموم واستغراق الأفراد. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة. الأمر المتجرد أيضا للوجوب عند القائلين بأن الأمر هنا للاستحباب، جعلوا القرينة صارفة للوجوب عن الاستحباب، وهذا تأكيد على أصل القاعدة أنه لو لم تأتي القرينة لبقي على دلالته على الوجوب. إذن فالقاعدة أن الأمر المطلق أو المتجرد عن القرينة محمول على الوجوب إلا إذا صرفته قرينة، ورأوا أن القرينة هنا صارفة له إلى الاستحباب، فلهذا قال به الجمهور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا ثاني أحاديث الباب، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه بعد حديث أنس رضي الله عنه. الأول في حديث أنس أمر مقترن بوصف فيه ترغيب، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من إقامة الصلاة، من حسن الصلاة، ترغيب. وهذا الحديث الثاني ترهيب، قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فإما أن تمتثلوا بالتسوية أو يحل عليكم هذا الوعيد المذكور. هذا ترهيب، وهذا كما تقدم قبل قليل مما يعضد القول بوجوب تسوية الصفوف، ولعله أرجح والله أعلم، فإن أدلته أظهر وأقوى. قال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم. هذا يؤكد القول بالوجوب، لأنه جعل هذا إما امتثال وإما حلول الوعيد، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في رواية مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. وسيأتي أن القداح جمع قدح، والمراد به خشب السهم الذي يعد للرمي. حتى رأى أن قد عقلنا، يعني استوعبنا وصرنا نسوي صفوفنا، وتأكد من اهتمام المسلمين واستيعابهم للعناية بتسوية الصفوف. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني لا، هو ليس المراد تقدمه بجميع بدنه، بل هو التقدم اليسير الذي برز فيه صدره عن الصف، يعني ولا خطوة، بأقل من خطوة. قام حتى كاد أن يكبر، فلعله التفت كعادته صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يمنة ويسرى، فرأى بروز صدر الرجل فقال هذه العبارة العظيمة، قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فيه وعيد شديد سيأتي بيان معناه بعد قليل. يقول ابن الملقن رحمه الله: ولم أقف على تسمية الرجل بعد البحث عنه. أي رجل؟ نعم، فرأى رجلا باديا صدره، لأن عادة شراح الحديث خصوصا المتوسعين منهم كابن الملقن رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله يتوسعون في جمع طرق الحديث ورواياته، فيقفون على بعض تفاصيل لا تكون موجودة في رواية الصحيحين، فقال: لم أقف على تسميته بعد البحث عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة. إنما ضبطها هكذا لتحرير الاسم وضبطه مما يشتبه به مثل بشير، فضبطه قال بفتح الباء وكسر الشين المعجمة. نعم، النعمان بن بشير بفتح الباء وكسر الشين المعجمة ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري، ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان أو تسع سنوات. بثمان أو ست سنين. قال أبو عمر: والأول أصح إن شاء الله تعالى. أبو عمر، نعم، الحافظ ابن عبد البر في ترجمته للصحابة في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. نعم، قتل سنة 64 بمرج راهط. راهط اسم موضع في الشام قرب دمشق، فمات هناك رضي الله عنه. وقيل مات بمعرة النعمان، بلد اجتاز به فدفن به ونسب إليه المكان. النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وعن أبيه، ولد قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب8 أو ب6 سنين، فهو من الصحابة الصغار. كنيته أبو عبد الله، أمير الكوفة وحمص وقاضي دمشق رضي الله عنه،
أول مولود للأنصار بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في بعض الأقوال، وأنه لم يولد قبل الوفاة بثمان سنين ولا بست، بل ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا، يعني بعد الهجرة بسنة وشهرين. هذه بعض ما يذكر في تواريخ حياته رضي الله عنه. وهو صاحب القصة المشهورة التي في الصحيحين أيضا أن أباه جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينحله غلاما، فأبت أمه إلا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أباه بشيرا: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. فأبى عليه الصلاة والسلام فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فالنعمان رضي الله عنه راوي هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تسوية الصفوف، قد تقدم الكلام عليها. تقدم الكلام في الحديث الأول في جانبيه، في معنى تسوية الصفوف الحسية والمعنوية، وفي حكم تسوية الصفوف بين الوجوب والاستحباب، فما أحتاج إلى إعادة الكلام. ولو أراد رحمه الله أن يعيد الكلام كرة أخرى ليبين مأخذا للقائلين بالوجوب لكان له متسع. قوله: لتسونا، ما الصيغة؟ فعل مضارع مقترن بلام الأمر. هذه لام الأمر، وقيل لام القسم، وأيا كان فهي تدل على الأمر. فالتقدير: والله لتسونا، فهو أمر مؤكد بلام القسم، وهذا من آكد ما يكون في صيغة الأوامر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، معناه إن لم تسووا، لأنه قابل بين التسوية وبينه، يعني لتسوون صفوفكم فإن لم تسووا ليخالفن الله. من أين أخذنا هذا؟ قال: لأنه قابله بينه وبين التسوية. قوله أو ليخالفن الله معناه إن لم تسووا ليخالفن الله. نعم، قال: أي الواقع أحد الأمرين، إما التسوية أو المخالفة. وكان يظهر لي في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض. الآن يبين أقوالاً في معنى ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد، فنحتاج إلى أن نفهم معناه. ماذا كان يقصد صلى الله عليه وسلم؟ ذكر هنا أقوالا، ما معنى ليخالفن الله بين وجوهكم؟ قالوا من معانيه ليخالفن الله بين قلوبكم، وليس الوجه هو الجارحة التي فيها العينان والأنف والأذن، لا، ليخالفن الله بين قلوبكم. فليش عبر عن القلوب بالوجوه؟ قال رحمه الله: لأن ذلك في معنى مجازي، لأن القلوب إذا اختلفت فتغيرت ظهر أثر الاختلاف في الوجه ولا بد. وأنت تقول فلان تغير علي، تقصد تغير قلبه ومشاعره، وأنت لا تفتح صدره، بل رأيت ذلك من الوجه. وقيل بل المعنى ليخالفن الله بين وجوهكم بين وجهاتكم، فتصبح القلوب متنافرة، كل يبغي وجهة غير الآخر. وقيل بل المعنى الظاهر الحسي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ قالوا: قد يكون المراد المسخ حقيقة، ليخالفن الله بين وجوهك، يعني يمسخ بعضها إذ لم تعتني بهذا الأمر. وأيا كان هذا المعنى أو ذاك أو الثالث أو الرابع، فهو لا شك وعيد شديد وفيه ذم. فأراد المصنف أن يتقصى أوجه العلماء القائلين في تفسير ما معنى ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، قال: وكان يظهر لي، قال: وكان يظهر لي في قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض. فإن تقدم إنسان على الشخص أو على الجماعة وتخليفه إياهم من غير أن يكون مقاما للإمامة بهم قد يوغر صدورهم، وهو موجب لاختلاف قلوبهم، فعبر عنه بمخالفة وجوههم، لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر. قال ابن الملقن رحمه الله: يؤيده رواية أبي داود وابن حبان أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فنص على القلوب
فلا والحديث يفسر بعضه بعضا، فتقول إن القلوب المقصود أن الوجوه المقصود بها هي القلوب بدليل الرواية الأخرى. قال النووي رحمه الله: الأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، فهذا هو الوعيد، إن لم تسووا صفوفكم لتقعن النفرة واختلاف القلوب بينكم أيها المسلمون. قال رحمه الله النووي: كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي. قال ابن الملقن معقبا: ومقتضى الوجه الأول وجوب تسوية الصفوف لترتيب الوعيد المذكور على عدمها، فإن حمل الوعيد على ترك ائتلاف القلوب هو على ترك واجب، فما زال الحديث دلالة مؤكدة على أن تسوية الصفوف واجبة. طب حتى لو قلت ليخالفن الله بين وجوه يعني بين قلوبكم، أيضا الشريعة إنما تدعو إلى الائتلاف وإلى الألفة وإلى اجتماع القلوب، وتحذر من النفرة والتباغض والتدابر وانقطاع الصلات، وجعلت هذا من محرمات الشريعة. فإذا قال إن لم تفعلوا لتقعن النفرة والبغضاء والتباعد، فإذا هذا أمر عظيم والشريعة تأباه، فإن كان محل وعيد فهو أمر محرم منهي عنه شرعا ولا بد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة، إن شئت بعدما تقرر أن لا يخالفن الله بين وجوهكم مجازي وليس حقيقيا وقد يحمل على القلوب، قال فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة، وهو أيضا مجاز آخر، بين وجوهكم بين وجهاتكم. نعم. قال: فإن شئت بعد ذلك أن تجعل الوجه بمعنى الجهة، وإن شئت أن تجعل الوجه معبرا به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس، فإن من تباعد عن غيره وتنافر زوى وجهه عنه، زوى وجهه عنه، فيكون المقصود التحذير من وقوع التباغض والتنافر. وقال القاضي رحمه الله في قوله: أو لا يخالفن القاضي عياض وقال القاضي رحمه الله في قوله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يحتمل أنه كقوله صلى الله عليه وسلم. طيب، سينقل الآن عن القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، ينقل ثلاثة معاني لقوله لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. قال: يحتمل أنه كقوله صلى الله عليه وسلم أن يحول الله صورته صورة حمار، يعني المسخ الحقيقي، أن قوله ليخالفن الله بين وجوهكم مسخ حقيقي بتحويل الوجوه عن خلقتها. نعم. قال: فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، هذا المعنى الأول، أو يخالف بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه، هذا المعنى الثاني، أن يكون أن تخالف وجه من لم يقم الصف ووجه من أقامه فيختلفان، فتشوه صورة الذي ترك التسوية ويبقى الثاني على خلقته وسمته التي خلق عليها، فيكون عند ذلك لا يخالفن الله بين وجوهكم، فوجه باق على خلقته ووجه مسخ بسبب مخالفته وعدم تسويته للصف، فتقع المخالفة بين الوجوه. قال: أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير، هذا المعنى الثالث، تخالف الوجوه بعضها بعضا بالمسخ، بمعنى أن لا تكون ممسوخة على صفة واحدة، بل يمسخ كل وجه إلى هيئة غير هيئة الآخر، نسأل الله السلامة، فيدل على التشويه والقبح، والسبب أنكم يا أهل الصف لم تسووا صفوفكم فتقع المخالفة بين الوجوه كما جاء الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقول أما الوجه الأول وهو قوله فيخالف بصفته إلى غيرها من المسوخ، فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة بين، لا يخالفن الله وجوهكم، ممكن أن يكون المعنى المسخ، لكن لما قال يخالفن الله بين وجوهكم يبعد هذا المعنى الذي ذكره القاضي عياض أولا، قال لا يحتمل أن يكون بمعنى يحول الله صورته صورة حمار، مسخ حقيقي يعني، فإن كان كذلك ما يقال يخالفن بين وجوهكم، يقول يخالف وجوهكم. نعم. والأليق بهذا المعنى أن يقال يخالف وجوهكم عن كذا،
إلا أن يراد المخالفة بين وجوه إلا أن يراد المخالفة بين وجوه يراد المخالفة إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم يمسخ، وهو الوجه الثاني. إلا إذا قال لا، المراد أن بعض الوجوه تمسخ وبعضها تبقى فتقع المخالفة، قال هذا هو المعنى الثاني، يخالف بوجه من لم يقم صفه ويغير صورته عن وجه من أقامه، فيكون وجه باق على خلقته ووجه مسخ لعدم إقامته الصف، قال فيكون هذا هو المعنى الثاني. قال وأما الوجه الأخير ففيه محافظة على معنى بين، أي وجه تمسخ الوجوه مسوخا مختلفا، فكل وجه يمسخ بشكل، قال فيتقع يتحقق فيه معنى بين، يخالفن الله بين وجوهكم، فوجه مسخ كذا ووجه مسخ كذا، فقالت المخالفة بين الوجوه. إلا أنه ليس فيه محافظة قوية على قوله وجوهكم، فإن تلك المخالفة بعد المسخ، وليست تلك صفة وجوههم عند المخالفة في الفعل، والأمر في هذا قريب محتمل. قال وقوله القداح هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي. السهم الذي يستعمل في كبد القوس ليرمى به آلة من آلات الحرب وأداة من أدواته هي خشبة تؤخذ، خشب الشجر، وخشب الشجر متفاوت، فيتخذ من الخشب ما يبرى وينحت ويهيأ لأن يكون سهما، وهذا يحتاج إلى تسوية، فإن الرمي لا يرمي به الرامي السهم إلا إذا كان مستقيما ينفذ في الهواء بسرعته، فإذا كانت الخشبة معوجة ما صلحت، وصناع السهام يختارون من الخشب ما يبرونه بريا وينحتونه بالسكين نحتا حتى يكون خشبة معدة لتركيب نصل السهم فيها، والنصل الحديدة التي في أعلى السهم، فإن اكتفى صانع السهم بحد خشبته من أعلاه فتكون محددة، كان رأس السهم قاتلا بنفسه، وإن ركب عليه نصلا وهي الحديدة كانت آكد في اختراق المرمي. فالمقصود أن القداح جمع قدح، وهي الخشبة التي تعد للسهم، تبرى وتنحت، والسهم قبل أن يراش، أن يجعل عليه الريش وينصل يركب فيه النصل، يسمى قدحا، فالقدح هو عيدان الخشب القداح، فإذا ركب فيه الريش والنصل سمي سهما، إذن هو السهم قبل أن يراش وينصل يسمى قدحا، والجمع قداح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القداح هي خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي، وهي مما يطلب فيها التحرير، وإلا كان السهم طائشا، وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض، فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره. قال كان يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، كأن مصانع السهم كيف يعتني بتسوية الخشبة لتكون مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا انثناء ولا التواء، يقول كأنه صانع سهم يتفقد خشبته، فكان عليه الصلاة والسلام يتعاهد صفوف الصلاة لا يريد فيها اعوجاجا، كأنما يسوي بها القداح. نعم. وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. من أين أخذ هذا؟ كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح عليه الصلاة والسلام، ويشهد له أيضا لفظ أبي داود كان صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا، يعني تسوية، يمسح الصدور حتى لا يكون صدر بارزا على صدر أو كتف يكون متقدما على كتف، قال يتخلل الصفوف صلى الله عليه وسلم. قال وقد كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم، وإن كان من وظيفة الإمام ويفعله بنفسه، لكنه كان بعض الأئمة إذا كثرت المساجد وامتدت الصفوف كانوا يستعينون بمن يسوي معهم الصفوف في أطرافها للتأكد من استوائها، وهذا يا قوم مع دلالة النصوص الشرعية على تأكيد العناية باستواء الصفوف فيه أيضا دلالة على التطبيق العملي لهذا التوجيه النبوي،
وكيف كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وكيف كان أصحابه من بعد ويفعلون. وتقدم بكم أن عمر وبلالا رضي الله عنهما كانا يضربان على إقامة الصف. كل هذا تأكيد يدلنا على تقصير كبير نقع فيه اليوم في صفوفنا ومساجدنا، لا من قبل الأئمة حين يقصر بعضهم حتى في لفظة استو، فإذا وقف في المحراب كبر مباشرة، أو إذا قال استو لم يكلف نفسه أن يلتف يمنة ويسرى لتأكيد مسألة الاستواء، بحيث ينظر المأمومون إليه أنه ناظر إلى أقدامهم، ناظر إلى صدورهم واستواء صفوفهم. فالتقصير حاصل، والهدي النبوي حتى وإن قلنا بالاستحباب، فالمتعين علينا حرصا على تطبيق السنة النبوية والقيام بهذا التوجيه النبوي المحمول على الاستحباب عند الجمهور، العناية به وبثه، وعناية الأئمة به، وتنبيه المأمومين، بحيث يقوى في حس المصلين في الصفوف أن تسوية صفوفهم شيء يتواصون به، فيقف هذا بجوار هذا، فيلتفت كل عن يمينه وعن يساره، لأننا كدنا أن نصل إلى مرحلة لا يبالي الواقف في الصف كيفما وقف، وإذا كبر لا يقبل أن يقربه الذي بجواره، ولا أن يقدمه حتى يسوي صفه أو يؤخره حتى يستوي. فوقع تساهل كبير في أمر فيه هذا الوعيد العظيم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا التوجيه النبوي الكريم يتحمله صنفان: الأئمة والمأمومون. فواجب الأئمة التأكيد وتعاهد ذلك، وتطبيق الهدي النبوي، وتسوية الصفوف، وتوجيه المصلين، وتعليمهم الهدي النبوي وحكم الشريعة وحكمتها في مسألة تسوية الصفوف. والواجب على المأمومين الاعتناء بتسوية الصفوف، خصوصا مع تباعد الصفوف عن مرأى الإمام ونظره في الصفوف الثانية والتي بعدها، فيعتادون على تسوية الصفوف، وأن أحدهم إن كان حاضرا مع تكبيرة الإحرام حرص على تسوية صفه قبل التكبيرة، وإن جاء لاحقا فالأمر كذلك، وأن يقبل كل مصل واقف في الصف بتسوية صفه ونصيحة من بجواره بتقدم أو تأخر أو تقارب. كل هذا مما دلت عليه الأحاديث. لما كان عليه الصلاة والسلام في حديث البراء وهو عند أبي داود كان يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا، في رواية ابن عمر أنه كان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. جمعا بين الأحاديث قيل كان يباشر مرة بنفسه ومرة بأمره يأمر ليستجيب الناس عنه. وقد سمعت حديث النعمان: حتى رأى أن قد عقلنا، يعني تابع تعليمهم وتوجيههم حتى تأكد من علمهم وفقههم للمسألة وعنايتهم بها. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا بارزا صدره. المرة الوحيدة التي وقعت فيها المخالفة لم تمنعه صلى الله عليه وسلم من الوقوف وقفة تنبيه مشتمل على وعيد. هذا متى؟ قال: حتى رأى أن قد عقلنا، يعني لما وصلوا إلى درجة من فقه المسألة والعناية بتطبيقها، رأى رجلا بارزا صدره أو باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، صلوات الله وسلامه عليه. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يحتمل أن المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم. رأى أن قد عقلنا، رؤية بصر أو رؤية علم؟ كلام المصنف على ماذا يدل؟ يحتمل أن يكون المراد أنه كان يراعيهم في التسوية ويراقبهم إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم. البصرية محمولة على الرؤية البصرية، ويحتمل الكلام أنها الرؤية القلبية. رأى أن قد عقلنا يعني علم،
أن قد عقلنا. يقول ابن الملقن رحمه الله: هذه الرؤية رؤية علم لا رؤية بصر. ليش؟ قال: لأن فهمهم ليس مما يدرك بحاسة البصر. رأى أن قد عقلنا، إيش يعني عقلنا؟ فهمنا. فهذا لا تدرك بالرؤية بل تدرك بالعلم. ومن قال إن الرؤية بصرية قال: عقلنا هنا ليس معناها الفهم، بل امتثلنا المتسبب عن هذا الفهم، وهو تسوية الصفوف فتحمل على الرؤية البصرية، والله أعلم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله إلى آخره، يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة. أقام المؤذن للصلاة وقبل أن يكبر الإمام تكلم، هل يصح الفصل بين الإقامة والتكبير بكلام؟ استدل بالحديث على جواز كلام الإمام لما يعرض من حاجة، هذا مذهب الجمهور، سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لا. كيف يعني لغير مصلحة الصلاة؟ جماعة يصلون، فلما انتهى المؤذن من إقامة الصلاة وأراد إمامهم ليكبر التفت وهم رفقة وأصحاب في سفر وقال: عسى ما نسيتم اللحم على النار، لأن سنأكل بعد الصلاة، يا فلان صنعت الشاهي؟ فتكلم في غير الصلاة، سؤال وجواب، قال نعم، ثم قال الله أكبر، يصح هذا؟ طيب، مذهب الجمهور أن ذلك صحيح، فإن كان الكلام لغير مصلحة فهو مكروه، ومنع من ذلك أبو حنيفة. وبعض الفقهاء قالوا إذا تكلم بين الإقامة والصلاة أعاد الإقامة. قال أبو حنيفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فإن تأخر عن ذلك كان مبطلا للإقامة ويحتاج إلى إعادة. والحديث كما قال المصنف يدل على جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك، خصوصا إن كان الكلام لغير مصلحة. نعم. من تطبيقات الحديث الأصولية قوله في بداية الحديث: لتسونا، وتقدم أن الصيغة صيغة أمر وهو فعل مضارع مقترن بلام الأمر أو بلام القسم التي تدل على الوجوب. طيب، القائلون بالاستحباب ما القرينة عندهم هنا في الحديث؟ لا قرينة، هذا الحديث في صيغته في الأمر وفي الوعيد المقترن بتركه يؤكد الوجوب لا الاستحباب، لكنهم يتأولون أن الوعيد هذا يرد أحيانا على السنن المؤكدة، فلما قال في الرواية الأولى هناك من تمام الصلاة كان أصرح من حمل وعيد محتمل لهذا ولذاك، لكنه إلى القول بالوجوب أقرب. ولهذا فإن من تطبيقات الحديث أيضا أن الوعيد إذا جاء على أمر دل على وجوب الفعل المتوعد على تركه، يعني هنا ما قال تسوية الصفوف واجبة، لكن بمجرد أن قال، يعني حتى لو لم يقول لتسوون صفوفكم، لو قال صلى الله عليه وسلم إن لم تسووا صفوفكم ليخالفن الله بين وجوهكم، ما عندي صيغة أمر، لكنه ذكر وعيدا على ترك فعل دل على وجوب هذا الفعل المتوعد على تركه. قوله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم، نفس ما سبق في الرواية الأولى في حديث أنس رضي الله عنه، فيه صيغة عموم، الجمع المضاف إلى المعرفة صفوفكم يعني كل صفوفكم، والثانية هي ميم الجماعة يعني كل صفوفكم جميعا، ومثله ليخالفن الله بين وجوهكم، فإنها أيضا تدل على الجمع بصيغتيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي لكم. قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال صاحب الكتاب: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. نعم، حديث أنس رضي الله عنه في قصة وقعت في داره، في دار أبي طلحة. قال: إن جدته مليكة، وسيأتيك الخلاف هل هي جدة أنس أو جدة إسحاق بن عبد الله ابن أخي أنس، والتحقيق أنها واحدة، سواء كانت جدة أنس فهي مليكة وهي جدة ابن أخيه لأنها جدة أبيه. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته يعني في بيتهم فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قالوا: الفاء زائدة، أي قوموا لأصلي، فاللام للتعليل. ماذا يصلي؟ نافلة. ولماذا يصلي في بيتهم نافلة ويقول لهم قوموا؟ هذه من بركات آل أبي طلحة رضي الله عنه. أم أنس أم سليم وزوجها أبو طلحة من أبرك بيوت الأنصار وأقربهم إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة. أبو طلحة وما أدراك ما أبو طلحة، وأمه أم سليم تكاد تكون واحدة من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنس خادمه ورفيقه الذي وهبته أمه خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فعاش معه لا أقول طفولته وصباه بل مقتبل عمره متشرفا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيت هذا مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبهم ويأتيهم، ولهم عنده خصوصية وحفاوة ليست لغيرهم من بيوتات الأنصار رضي الله عنهم جميعا، فكان يخصهم. فدعته جدة أنس إلى طعام فأتى فأجاب الدعوة، وليست وليمة ولا عرسا لكن لقرب هذا البيت من قلبه عليه الصلاة والسلام. فلما طعم من طعامهم قال: قوموا لأصلي لكم. قال أهل العلم: أراد أن يصلي في دارهم في موضع يكون موضعه مصلى لهم يتبركون بالصلاة فيه، فكانت هذه أيضا من خصوصياتهم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من شدة استعماله وكثرة ما استعمل أصابه سويداد، فقمت فنضحته بماء. النضح هنا الغسل أو الرش، محتمل للمعنيين، وإن رجح الشراح أن المراد به الرش، لأنه لو كان المراد به الغسل سيصلي صلى الله عليه وسلم عليه مبتلا، وهذا لا يناسب الحال. قال: فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه القصة فيها موضع الشاهد الآتي: وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم قال عندك هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، والمراد به صبي صغير ما بلغ الحلم كان معهم في الدار. قال أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. من العجوز؟ عامة الشراح قالوا أم سليم أم أنس، وبعضهم قال بل جدته مليكة. طيب، فصفت العجوز من ورائهم، فصارت الصفوف رسول الله عليه الصلاة والسلام إماما، وأنس والصغير وراءه صف، والمرأة منفردة في صف خلفهم. قال: فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. انصرف يعني التفت من صلاته أو انصرف من دارهم وخرج، محتمل للمعنيين، وإن كان الأظهر انصرافه من دارهم صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه. ولمسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى به وبأمه، ليست مليكة، أم سليم. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذه قصة أخرى، يعني شوف يتردد على دار أنس أكثر من مرة، فصلى مرة به وبأمه فقط، فلما كانوا اثنين أنس وأمه جعل أنسا بجواره عن يمينه وجعل أمه خلفهم منفردة في الصف. فالحديث فيه مسائل تسوية الصفوف، في الرواية الأولى هو واليتيم والمرأة، في الرواية الثانية أنس وأمه فقط رضي الله عنهم جميعا، فاشتمل الحديث على جملة من المسائل المتعلقة بتسوية الصف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مليكة بضم الميم وفتح اللام، وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام، يعني مليكة، والأصح الأول. قيل هي أم سليم،
وقيل أم حرام قال بعضهم ولا يصح. وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فقيل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا ابن أخي أنس، يعني أنس عمه. تعلمون أن قصة أم سليم لما حملت فولدت فأرسلت ابنها رضيعا بيد أنس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صبيحة ولادتها، فصبح به النبي عليه الصلاة والسلام يبشره أن أمه أنجبت، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، هو هذا، وحنكه بتمرة وبرك عليه ودعا له. فهذا عبد الله أخو أنس من أمه أم سليم، أنس ابن مالك، وهذا عبد، هذا عبد الله ابن أبي طلحة، فهو أخو أنس من أمه. راوي الحديث في سند الشيخين إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، فأنس عمه يروي الحديث عن عمه أنس. فلما يقول إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس أن جدته، جدة أنس ولا جدة إسحاق؟ وقع الخلاف المحدثين، فالذي نصره ابن عبد البر رحمه الله أن الجدة جدة إسحاق، وإذا كانت جدة إسحاق فهي أم سليم أم أنس، وسماها مليكة، وهو وهم منه رحمه الله، وتابعه عليه كثيرون جاءوا بعده بعد ابن عبد البر، لأن أم سليم التي هي أم أنس ليس اسمها مليكة. نعم مختلف في اسمها، قيل الرميصاء وقيل الرميثاء وقيل رميلة وقيل رميثة بضم أوله في كل الأسماء، ولم يقل أحد إن اسمها مليكة، إنما مليكة اسم أمها، أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، مختلف في اسمها. فعلى كل حال أم حرام هي أم سليم، فلما يقول إن جدته مليكة فهي جدة أنس. طيب، وإذا قال أصلا في الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته، هي أيضا جدة إسحاق لأنها جدة أبيه، فلا اختلاف. فلذلك فالراجح والله أعلم أن المقصود بالجدة هنا مليكة، ليست هي أم سليم أم أنس، بل جدته رضي الله عنهم جميعا. قال فقيل الضمير في جدتي في لفظة جدته عائد على إسحاق بن عبد الله وأنها أم أبيه، قاله الحافظ أبو عمر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس، وقال غير أبي عمر إنها جدة أنس أم أمه، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق، وعلى كل حال فالأحسن إثباته، يعني طالما ذكر في الإسناد حتى يتبين الاحتمالان. ولذلك مما يؤكد هذا في بعض الروايات للحديث ذاته عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المتكلم؟ جدة من يعني؟ جدة أنس. قال أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة، فجاء فحضرت الصلاة إلى آخره. قال ابن سعد أم سليم بنت ملحان وأمها مليكة بنت مالك بن عدي، فهذا صريح أن مليكة جدة أنس كما هي جدة إسحاق بن عبد الله، لكنها جدته بمعنى أم أبيه، وأنس أم أمه. فعندئذ إذا قلت جدته محمول على الاثنين فالأمر متجه ولا إشكال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ولو دعيت إلى كراع لقبلت أو لأجبت عليه الصلاة والسلام. قال ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة. ليش قال في غير الوليمة؟ لأن إجابة الوليمة واجبة متعينة ما لم تقترن بمنهي عنه أو بمحظور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، كما في الصحيحين. أما غير الوليمة، دعاك جارك فقال عندي ضيف الليلة حياك الله، أو دعاك لإكرام أو لزيارة زائر أو لقدوم ضيوف عنده في غير وليمة، فإن الإجابة لا تجب. قال رحمه الله يستدل به على إجابتي. طيب ما الحكم؟ قال على المشروعية، على مشروعية إجابة أولي الفضل لمن دعاهم، فهي مشروعة لكن غير واجبة على الأظهر، إنما الواجبة طعام الوليمة لا غير. وهذا
يعني فيه دلالة على ما نقله القاضي عياض عن الإمام مالك من كراهة إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس. أولو الفضل المقصود بهم العلماء وأصحاب المناصب والوجهاء ومن لهم وقع كالقضاة والحكام، يقول يكره إجابتهم لكل من دعاهم، وكأنه يرى أن في ذلك من حط الأقدار واستسهال عامة الناس وتجاوز حدود التوقير والاحترام إذا تواطؤوا على إجابة دعوة كل من دعاهم، فتخف الأقدار وتتجاوز المراءة في التعامل. فقال بالكراهة. يقول ابن الملقن رحمه الله: والحديث حجة عليه، بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد أولي الفضل في الأمة عليه الصلاة والسلام وأجاب في غير وليمة، فلو كان مكروها لكف عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وتكلف بعض المالكية فقال: لم يكن المقصود بالدعوة الطعام، بل كان المقصود الدعوة للصلاة لهم ليتخذوه مصلى والطعام تبع، يعني كانت الحضور عندهم ليس للوليمة. قال ابن الملقن: ويرده قوله جدته ملكة دعته لطعام صنعته، فكانت الدعوة لأجل الطعام فأجاب صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه أيضا جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي قد يشعر به قوله لكم. لأصلي لكم، لكم لأجلكم، إيش يعني؟ طيب ليست صلاة فريضة؟ لأصلي لكم يعني أردت الصلاة لأجلكم، إما لتعليم الصلاة وإما لتخصيص مكان يكون لهم مصلى، كما في قصة عتبان بن مالك والأعمى الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أو أتاه في داره فصلى له ليتخذ موضع صلاته مصلى. فإذا البركة في موضع صلاته صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال: لأصلي لكم، بإقامتها في مكان مخصوص أو لحصول البركة بالاجتماع، فلأصلي لكم. قال بعض الشراح: الفاء زائدة واللام لام كي، يعني قوموا كي أصلي لكم. وقيل فلأصلي لكم على الجزم بمعنى الأمر، أمر نفسه قوموا فلأصلي أنا لكم، فأمر نفسه فتكون بمعنى الأمر لا بالتعليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إلى حصير قد اسود، إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس. الحصير يصنع من سعف النخل، يستخذ للجلوس سواء كان قصيرا أو طويلا بقدر طول الرجل فأكثر يقال له حصير، يصنع من سعف النخل. أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس. هل إذا جلست على شيء وافترشته تقول لبسته؟ طب أنس يقول رضي الله عنه: قمت إلى حصير لنا قد اسود، أصابه السواد من طول ما لبس. كانوا يلبسونه على أكتافهم مثلا؟ لا، كانوا يجلسون عليه يفترشونه، فسمى ذلك لباسا. فهل يسمى افتراش الشيء لباسا؟ قال: يترتب على ذلك مسألتان. نعم. ورتب عليه مسألتان: إحداهما لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية لبسه فافترشه أنه يحنث. يحنث عند مالك، لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب ولم تكن له نية فافترشه وجلس عليه فعليه الكفارة. طب هو ما لبس؟ قال: بلى، هذا لباس، لأن الجلوس عليه وافتراشه يعد لباسا له، خلافا للشافعية قالوا: الأيمان مبناها على العرف، والعرف لا يسمي الجلوس على الشيء لباسا له، لكنهم استدلوا بالحديث من طول ما لبس فسمى الافتراش لباسا. نعم. والثانية أن افتراش الحرير لباس له فيحرم، على أن ذلك، أعني افتراش الحرير، قد ورد فيه نص يخصه. طيب، حرام على الرجال لبس الحرير، فماذا لو جلست على سجادة حرير؟ يجوز؟ أهديت لك سجادة حرير مصنوعة بثمن باهظ، هل يجوز أن تجلس عليه؟ قماش حرير، ثوب لزوجتك من حرير وضعته على السرير وقامت فجئت فجلست عليه، يجوز لك أن تجلس عليه؟ إن قلت الجلوس يسمى لباسا فنعم،
قال رحمه الله: وإن كان قد ورد فيه نص يخصه. هذه المسألة خارج عن الخلاف، لبس الحرير على الرجال حرام والجلوس عليه حرام، لأن النهي الصريح عن استعمال الحرير للرجال يشمل اللباس والجلوس عليه على حد سواء. ولذلك فإنه قد جاء في حديث حذيفة في البخاري قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فصرح بأن النهي حتى عن الجلوس عليه. لكن ربما دخل الخلاف في النساء، جاز لبس النساء للحرير، فهل يجوز لهن الجلوس عليه؟ وجهان: صحح النووي الجواز، قال: لأنه إذا جاز لبسه لباسا لهن فالجلوس عليه من باب أولى. ورجح غيره المنع، قال: لأن اللباس عرفا في البدن، وجوز الحرير للنساء في لبسه تزينا للرجال، وجلوسها على الحرير لا زينة فيه، فلا يتجه الجواز، والأول أظهر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله أنا ضعته اللفظ يطلق على الغسل، ويطلق على ما دونه وهو الأشهر. على ما دونه، ويطلق على ما دونه وهو الأشهر. ما دون الغسل الرش، فإذا أخذ بكفه ماء فرشه يسمى هذا نضحا. أنس قال رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا، سعف النخل إلى اليوم يسمى حصير، فلما جاء أراد أن ينظفه ويهيئه لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فنضحته. المقصود رش عليه الماء فغسله، أو المقصود به اكتفى بنضحه رشا؟ اللفظ يحتمل المعنيين. نعم. فيحتمل أن يريد الغسل، فيكون ذلك لأحد أمرين: إما لمصلحة دنيوية وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه، وإما لمصلحة دينية وهي طلب طهارته وزوال ما يعرض من الشك في نجاسته لطول لبسه. نعم. إذا قلت الغسل فتقول: نعم، ممكن يكون أنس رضي الله عنه قام فغسله غسلا ودلكه دلكا، إما لإرادة تليينه وهو قديم يابس فأراد تطريته، وإما لإزالة نجاسة قد تكون فيه فأراد تحقق طهارته بتقديمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويحتمل أن يريد ما دون الغسل. قلنا ما دون الغسل الرش، وهذا قال بعض الشراح إنه أظهر، لأنه يبعد أن يغسله بماء فيقوم ويصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام مبتلا، لكنه أراد الرش الذي لا يمنع من الصلاة عليه. قال: ويحتمل أن يريد ما دون الغسل وهو النضح الذي تستحبه المالكية لما يشك في نجاسته. لما يشك في نجاسته، وقد قرب ذلك بأن أبا عمير كان معهم في البيت، واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد. من أبو عمير؟ أخو أنس الصغير، أخوه لأمه من أم سليم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ كان صغيرا، فكان بين يديه نغر أو طائر صغير يلعب به فمات، فشق ذلك عليه، وكان فطيما، يعني للتو قد فطم في سنيه الأولى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقال، يعني يقرب المعنى النضح، أن في البيت طفلا واحتراز الصبيان عن النجاسة بعيد، فربما وقع من بعضهم نجاسة تبول أو غير ذلك، فيكون حصير البيت عرضة لتنجسه بالأطفال الصغار. وهذا يرجح أن المقصود بقوله فنضحته رشه بالماء لإزالة النجاسة المحتملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فصففت أنا واليتيم وراءه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. جمهور الأمة كما قال إذا كان المأمومون اثنين فإنهما يقفان خلف الإمام، وإن كان واحدا يقف عن يمينه، صغيرا كان أو كبيرا كما سيأتي في حديث ابن عباس الآتي، لكن إن كانوا اثنين فأكثر يصفون خلف الإمام.
هذا قول جمهور الأمة، إلا ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي حنيفة والكوفيين، فإنهم قالوا إذا كان المأمومون اثنين يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره. ولهذا في صحيح مسلم عن علقمة النخعي والأسود أنهما دخل على عبد الله بن مسعود فقال: أصلى من خلفكما؟ قال: نعم. فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، قال: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه في الركوع، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث له ثلاث روايات في صحيح مسلم صححها كلها. قال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح الوقف على ابن مسعود، يعني من غير قوله هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك ولم يقل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن مسلما في الصحيح أخرجه من طرق ثلاثة رفع في واحد منها وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء عن أثر ابن مسعود هذا لأنه مشكل، ابن مسعود ليس من متقدم الصحابة الذين ماتوا في أول الإسلام فما أدركوا صفة الصلاة، يفعل هذا متى؟ بعد زمن النبوة، يعني أكان ابن مسعود إلى أن مات لا يعرف أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع يطبق كفيه ويجعلها بين فخذيه، ويجهل أن يكون المأموم إذا كانوا اثنين يكون أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره؟ فأجيب بعدة إجابات، منها أن المكان الذي كان فيه لا يتسع لضيق المكان، أو أنه منسوخ كما قاله بعض أهل العلم لأنه تعلم هذه الصلاة بمكة كان فيها تطبيق الكفين في الركوع. وأيضا أخرجوا بأن عامة ما روي من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الحجة فيها، فعلى افتراض عجزنا عن جواب هذا الإشكال فالحجة في الأحاديث المرفوعة، كما أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت عن جابر رضي الله عنه قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وهذا صريح في أن الاثنين يقفان خلف الإمام. فقيل ابن مسعود لعله ما بلغه النص أو رأى الفعل غير حجة على الوجوب، أو أن ذلك من الجائزات في الصلاة من الأفعال الجائزة. وعلى كل حال فيعني ما يمكن أن يقال فيه أن الحجة في مثل هذا الحديث صففت أنا واليتيم وراءه، وحديث جابر كما قال في بعض الغزوات في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما خلفه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف. إيش يعني أن للصبي موقفا في الصف؟ يعني يسمح للصبي أن يقف في الصف بين الكبار، لا يطرد من الصف ولا يبعد ولا يخرج من المسجد، وبه قال الجمهور. قال النووي رحمه الله: وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وعن أحمد كراهته في الفرائض والمساجد. طيب، لماذا نص عليه المصنف رحمه الله؟ لأنه أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر رضي الله عنه أنه إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه، وأخرج ابن خزيمة وحسنه الألباني، وأخرج النسائي وعبد الرزاق أن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أخرج صبيا من الصف وأخبر أنه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد يذهب إلى الكراهة في ذلك كله. قال ابن الملقن رحمه الله: وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث فيها، وإلا فإن أمر النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع وهم صبيان يشهد لجواز حضورهم في الصف وصلاتهم فيها، وهو كما قال أن للصبي موقفا في الصف، لكن الأثار التي سمعت وموقف بعض الأئمة محمول على عبث الصبيان الذي قد يشوش في الصف ويزعج المصلين، فهذا لا مكان له في الصف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي. من أين أخذ هذا؟ نعم، قال: والعجوز من ورائنا، وفي رواية مسلم
فقمت عن يمينه والمرأة خلفنا. إذن أن موقف المرأة بعد الصبي، يعني إذا كان عندك رجال وصبيان ونساء فإن الرجال فالصبيان فالنساء تأتي بعدهن في الصفوف، يعني وإن لم يكن معها أحد، المرأة إن لم يكن معها أحد ماذا تفعل؟ تقف وحدها في الصف بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله: ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف. طيب، لم يحسن من استدل به على صحة صلاة المنفرد. الحنابلة يقولون بصحة صلاة الصبي، صحة صلاة الفذ، عفوا غير الحنابلة، الجمهور استدلوا على صحة صلاة الفذ، والحنابلة يستدلون بحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، فالجمهور يصححون صلاة المنفرد. ومما استدل به بعضهم هذا الحديث، حديث أنس، من أين؟ قال: والعجوز من ورائنا وهي واحدة. قال: ألا ترى أنها واحدة فصلت منفردة في الصف؟ فدل ذلك على صحة صلاة المنفرد. يقول ابن الملقب: لم يحسن من استدل بهذا الحديث. ليش؟ لأنه استدلال في غير محل النزاع. محل النزاع صلاة الرجل في الصف منفردا، أما المرأة فباتفاق أنها إذا انفردت خلف الصف وقفت وحدها بلا خلاف، ولهذا قال: فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأبعد من استدل به أنه لا تصح إمامتها للرجال لأنه وجب تأخيرها في الصف فلا تتقدم إماما. قال رحمه الله: وأبعد من استدل به على أنه لا تصح إمامتها للرجال. هل معنى هذا أن ابن الملقن يصحح إمامة المرأة للرجال؟ لا، هو يناقش الاستدلال، طريقة الاستدلال، كما هو قبل قليل لا يناقش في صحة صلاة المنفرد خلف الصف، إنما يتكلم على طريقة الاستدلال. قال رحمه الله: إن كانت إمامة النساء للرجال لا تصح فليس بهذا الدليل، لأنه وجب تأخرها في الصف فلا تتقدم إماما. قال: ليس هذا بدليل صالح. قال ابن الملقن بعكس كلام المصنف هنا، قال: يجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تأم الرجال. ما وجه الاستدلال؟ قال: لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم، فكيف تتقدم أمامه؟ قال: هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للطبري وأبي ثور فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها. طيب، أما إمامتها للنساء، إمامة المرأة للنساء، قال: منعه مالك وأبو حنيفة وجماعة، ليس للنساء جماعة ولا تتقدمهن إمام، وجوز ذلك الشافعي وأحمد رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ثم انصرف، الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت، ويحتمل أنه أراد الانصراف من الصلاة، لأنه أيضا يقال إذا انتهى من صلاته ثم التفت يقال انصرف من صلاته، فلما قال ثم صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، يحتمل الانصراف بجملته من البيت عائدا، أو الانصراف يعني الانفلات التفات من صلاته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما على رأي أبي حنيفة فبناء على أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام، ولعله أقرب لأن الانصراف يأتي عادة بعد السلام. نعم. قالوا: في الحديث دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام، خلف إمام. الاجتماع للنوافل، لا خلاف في أن الجماعة للفريضة، ولا خلاف أيضا في جواز اجتماع الجماعة في نافلة قيام الليل في رمضان خاصة، لثبوت فعله صلى الله عليه وسلم، ثم استقرار الأمر زمن الخليفة عمر رضي الله عنه، وتتابع الأمة على ذلك إلى يوم الناس هذا. لكن ما عدا هذا، هل يجوز لجماعة أن يجتمعوا صلاة نافلة جماعة، صلاة الضحى فيصلون جماعة في غير رمضان، أن يجتمعوا في قيام الليل في أيام الفراغ في الإجازات ليلة جمعة فيصلون جماعة قيام الليل؟ قال: في الحديث دليل
على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام. جواز النافلة في الجماعة اليسيرة مذهب مالك بهذه القيود: في غير رمضان، في موضع خفي، والجماعة يسيرة، وإلا فالكراهة على المشهور. ليش؟ قالوا لأن هذه لم تثبت في السنة استحباب إقامة الجماعة لها. إذا قلت لكنه عليه الصلاة والسلام صلى بأنس وبجدته مليكة وباليتيم، وصلى به وبأمه، وصلى بعتبان بن مالك في داره، فتقول هذه حالات وكانت لها مقاصد، صلى بداره ليتخذ موضعه مصلى وغير ذلك، لكن لم تكن على الدوام، وتركه المستمر صلى الله عليه وسلم يحمل على عدم المشروعية، ولهذا أشار إليه المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها، والله أعلم. من أين أخذ هذا؟ اليتيم من لم يبلغ الحلم، فكل من فقد والده أو أحد والديه يسمى يتيما بشرط عدم البلوغ، فإذا بلغ فلا يتمى، ولذلك في الرواية لا يتمى بعد احتلام، وإن كانت لا تصح حديثا لكن معناها صحيح، لا يوصف بعد البلوغ بالاحتلام. وهذا معناه أنه إذا وجدنا نصا فيه ذكر اليتيم أو أحكامه فهو استدلال على مسائل أحكام الصبيان، وهذا يجري عند الفقهاء في مسائل كالنكاح والبيع والطلاق ونحوه. قال: فيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها. أراد بهذا المسألة الأصولية: ماذا، ما حكم عبادات الصبي إذا حج به والده؟ صبي دون البلوغ 7 سنوات، اعتمر به والده فأحرم له طاف وسعى، أخذه أبوه إلى المسجد فصلى، عمره 5 سنوات، ما حكم عبادات الصبي؟ قال: دليل على صحة صلاته والاعتداد بها، وما في فرق بين 5 سنوات و7 و10 إلى سن البلوغ، فالمعنى في هذا واحد. فذكره رحمه الله إلى كلام الفقهاء: هل تصح عبادات الصبي؟ ثم تكلموا على صحة صلاته، الثواب له أو لوالديه؟ فذكروا ذلك في استطراد تقرير حكم الشريعة في أحكام أفعال الصبيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا آخر أحاديث الباب، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما. قال: بت عند خالتي ميمونة. خالته على الحقيقة أخت أمه، لأن أمه أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، فكان إذا أتاها في دارها فهو في بيت خالته، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه فهما ابن خالة. فقال: بت عند خالتي ميمونة، فحكى هذا الموقف الذي أثبت لنا فيه أحكاما جليلة وسننا نبوية عظيمة. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خالته ميمونة بنت الحارث، أخت أمه أم الفضل بنت الحارث. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها الهلالية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام 6 من الهجرة، عام صلح الحديبية، وقيل 70، كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بسرف بينها بين مكة وفي خروج الخارج من مكة إلى المدينة، وماتت بسرف ودفنت هناك رضي الله عنها، وفاتها 51. صلى عليها ابن أختها عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وأم الفضل أم عبد الله بن عباس أيضا صحابية، وهي وميمونة أختان، فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة. و أما أم خالد بن الوليد فهي لبابة، أخت ميمونة وأم الفضل، هؤلاء أخوات، فلذلك فابن عباس وخالد بن الوليد ابن خالة، واجتمعا مرة أيضا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومبيته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك، على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم مع الزوج. المبيت عند المحارم، أن يبيت الرجل عند أخته
عند بنت أخته، عند عمته، عند خالته من نساء المحارم أن يبيت عندها عند مع زوجها. قال الفقهاء إذا لم يكن على الزوج ضرر، لأن صاحب الحق هو الزوج وهو صاحب البيت، فإن لم يلحق بمبيت هذا القريب للمرأة ضرر فلا حرج في ذلك، وفعل ابن عباس رضي الله عنهما دليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل إنه تحرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت الحيض. وورد في رواية ضعيفة في بعض طرق الحديث في مبيته عندها أنها كانت حائضا، قال إنها كانت ليلة إذ حائضا. وفي هذا كما يقول ابن الملقن وجه حسن، أنه تحرى وقتا لا يشغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجته من زوجه، لأن المبيت في حجرة واحدة، وليس المقصود في بيت كبيوتنا اليوم يدخل الرجل مع امرأته في غرفة منفردا والضيف أو بقية أفراد البيت في غرف مستقلة، بل في هذا الحديث في رواية الصحيحين وغيرهما نام الثلاثة على وسادة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة رضي الله عنهما في عرض الوسادة وابن عباس في طولها، فناموا الثلاثة على وسادة واحدة، بل كان نوم أحدهم إذا نام فمد رجليه ربما وصل جدار الحجرة. أليس في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي حتى يتسع مكان لسجوده، فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وإلى عهد قريب كانت بيوت الناس هكذا، بيوت اللبن والطين ومن الحجر كانت هكذا غرف صغار، إذا دخل الداخل فيها وجلس الجلوس فهي حجر صغيرة. ولما اتسع الخير وعمت النعمة اتسعت البيوت، ولما سكن الناس القصور رأوا تلك البيوت سجونا، وأنها يعني أشبه بغرف لعزل المعاقبين بالسجن الانفرادي، وهي كانت مساكنهم ودورهم التي يبيتون فيها ويطعمون فيها ويستقبلون ضيوفهم فيها. فهذا الشأن، فلما تقول مبيته دليل على جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم أو تحرى وقتا، أنت تتصور أنه بات معهم فنام على الوسادة ذاتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل إنه بات عندها لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف. يعني للصبي موقف مع الإمام في الصف، يعني مر قبل قليل حديث أنس قال فقامني عن يمينه والمرأة خلفنا. طب هذا صبي، ابن عباس رضي الله عنهما صبي دون البلوغ يقينا، لأنه في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر يقول وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فما قبل ذلك يقينا كان دون البلوغ. قال فيه دليل على أن للصبي موقفا مع الإمام في الصف، فين يقف؟ فإذا المأموم يكون عن يمين الإمام مطلقا، صغيرا كان أو كبيرا، خلافا لسعيد بن المسيب رحمه الله فإنه قال عن يسار الإمام، وأحمد رحمه الله يقول إن وقف عن يساره بطلت صلاته لحديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الدالة على وقوف منفرد عن يمين الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أخذ بما ورد في غير هذه الرواية من أنه دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ففيه دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن لم ينوي الإمامة. طيب، الآن الحديث يقول بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يمينه، متى قام؟ خلاص رآه قام فتوضأ فكبر فقام فكبر معه. قال في غير هذه الرواية إذا أخذت بظاهرها من أنه دخل بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، سنستفيد مسألة فقهية، ما هي؟ جواز الدخول في الصلاة مؤتما مع شخص ما نوى أن يكون إماما لك. المسألة بطريقة أخرى، هل تصح صلاتك خلف شخص لم ينوي أن يكون إماما لك؟ دخلت مسجدا قد انقضت فيه الجماعة وشخص يصلي وحده، أو شخص يصلي نافلة، أو شخص يقضي بقية صلاته الفائتة مع إمامه، فلتدخل معه مؤتما؟ صور تحصل كثيرا في المساجد،
فيأتي بعضهم ربما اكتفى بتنبيه من يصلي خلفه بأن يعني يضرب على كتفه أو يشير أو يقف بجواره فيكبر فيشعر أنه مؤتم به. الفقهاء على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يصح مطلقا ولا حاجة أن ينوي الإمام نية الإمامة، ومنهم من قال لا تصح فإن لم تكن عنده منذ تكبيرته للإحرام نية أن يكون إماما لمن يأتي خلفه فلا يصح إمامك به. ومنهم من استثنى الإمام والمؤذن، من كان إماما فدخل فصلى منفردا ثم أتم به آخر جاء بعده صح، لأن الأصل فيه أن يكون إماما. قال رحمه الله إذا أخذنا بظاهر الرواية في غير حديث الباب دل على جواز الشروع والائتمام بمن لم ينوي الإمامة. إذن الأقوال كما قلت لك أربعة. القول الأول قول الإمام مالك، من لم ينوي الإمامة فإمامته صحيحة. طيب وحديث إنما الأعمال بالنيات؟ قال عام، خص بهذا الحديث حديث ابن عباس، إنما الأعمال بالنيات، وهو ما نوى الإمامة ابتداء، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على جواز أن تكون نية الإمامة مستأنفة، فإذا وجدت شخصا جاء بجوارك تنوي الإمامة عندئذ. طيب ماذا لو صليت بجواره وما درى عنك؟ ركع فركعت، رفع فرفعت، ما درى عنك فسلم، ما نواها أصلا. القول الثاني قالوا لا تصح الإمامة بمن لم ينوي أن يكون إماما مطلقا، قول إسحاق والثوري. القول الثالث استثنى الإمام والمؤذن، هؤلاء تصح إمامتهم وإن لم تحصل منهم النية، أما غيرهم فلا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في القول الرابع جوز ذلك للرجال دون النساء، فالنساء لا تحصل الإمامة لهن لعدم مشروعية ذلك في حقهن. كل أولئك مدارهم على حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن منع مطلقا كإسحاق والثوري قال إنما الأعمال بالنيات وهذا ما نوى الإمام فلا تصح إمامته. ومالك رحمه الله خصه من هذا الحديث، خص العموم، ومن خص الإمام فقال لأن نيته في الغالب أن تكون الإمامة فنيته حاضرة إما حقيقة أو حكما، فرخصوا في ذلك والله أعلم. فائدة الخلاف كما قلت لك تظهر في من لحق بإمام وأتم به ولم يفهم الإمام أنه لحق به، قلت لك ما درى عنه، كبر فهو يكبر خلفه، أو ربما وقف يصلي فجاء اثنان وقف خلفه فلم يشعر بهم أصلا، ليس كمن صلى بجواره ثم تأخر لوجود مأموم ثان فشعر به. فمن يشترط نية الإمامة عنده لم يصحح صلاتهم، ومن اشترطها ومن لم يشترطها كانت صلاتهم صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام. تقدم هذا سواء كان صبيا أو بالغا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما خلافا لسعيد ابن المسيب رحمه الله. قال وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها ولا يسجد للسهو. من أين أخذ هذا؟ قال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، حركة وإن كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، والأمر في النافلة أيضا أوسع من الفريضة. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى على الحديث وبه تم شرحه لأحاديث الباب. تبقى هنا فائدتان، الأولى قال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، أخذه بشماله أو بيمينه عليه الصلاة والسلام؟ ابن عباس فين وقف؟ عن يساره. قال فأخذ برأسي، طيب أخذه فسحبه من أمامه أو من خلفه؟ الحديث ما تطرق لهذا. قال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، تكون إدارة المأموم من خلف الإمام. قال القاضي عياض قوله فأقامني عن يمينه فسره في حديث محمد بن حاتم قال فأخذ بيدي من وراء ظهري يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن، فنص على أن الإدارة تكون من خلف الإمام لا من أمامه. النقطة الأخرى نختم بها المجلس، التطبيقات الأصولية في الحديث. قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. ترتيب الأفعال هذا بحرف الفاء يدل على التعاقب، فإنه
وقع المبيت أولا يعني النوم ثم القيام، فإذا قيام الليل يكون عقب المبيت، فهل يصح قيام لمن لم ينم صلى العشاء ثم سهر ثم امتد به فقام يصلي، هل يعد هذا قياما؟ الجواب نعم، ولا يشترط النوم قبله، لكن الهدي النبوي أن يكون قيام الليل قياما من نوم حقيقة، ينام فيقوم يصلي من الليل. ولما كان نوم الناس مبكرا عقب صلاة العشاء فإنهم كانوا يعني يشرعون في النوم، فإذا جاء وقت القيام في ثلث الليل أو نصفه كان قياما من النوم. قال أيضا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، من هنا ما دلالتها؟ للتبعير. وقيل إن من هنا بمعنى في، من تناوب الحروف بعضها عن بعض، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، فيقول فقام يصلي من الليل يعني في الليل. كان سن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة 10 سنوات كما نص عليه في رواية أحمد رحمه الله. قال فأخذ برأسي، اسمع إلى الروايات التي جاءت في طرق الحديث، في رواية فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني كيف هكذا يفتلها؟ ليش يعاقبه؟ طيب في رواية أخرى فأخذ بأذني، وفي رواية فأخذ برأسي من ورائي، وفي رواية بيدي أو بعضدي، هذه روايات. قال الماوردي رحمه الله قيل في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه، يريد ألا ينسى الموقف، فأخذ بأذني يفتلها حتى يتذكر هذا الموقف فلا ينساه. وما نسيه ابن عباس، وها نحن بعد 1445 سنة نرويه محفوظا مدونا مأثورا مرويا، فرضي الله عنه وصلى الله على نبينا وسلم. وقيل الكلام للماوردي رحمه الله قال أخذ بأذنه أراد أن يذكره القضية لصغر سنه، وقيل لينفي عنه النوم لما أعجبه قيامه معه، ينعس والصبي صغير فأراد أن يعني يطير النوم عنه فيفتل أذنه حتى ينشط. وقيل تنبيها للفهم، وفي بعض طرقه وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يوقظه صلى الله عليه وسلم ليستمر معه في صلاة الليل صلى الله عليه وآله وسلم. تم مجلسنا بتمام هذا الباب والحمد لله، ويكون مجلسنا القادم شروعا في 6 من أبواب كتاب الصلاة وهو باب الإمامة. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.